هاي كيفكم اليوم؟ بروح محل شوكولات لنتالي، فعندهم عروض مرة حلوة العيد. أبيكم تركزون بسنابات اللي بعد هذه، بس بتكلم موضوع مرة مهم. فبسناب الجاية، السناب اللي قبل هذه قلت إني أنا أخلي مسؤوليتي من بوتيكات، أوكي؟ هذا شيء من حقي، ومن أول أنا كنت أتواصل معهم على موضوع إني أبي أفك العقد، وكان في إهمال مو طبيعي. يقولون لي أوكي طيب بنتواصل مع الإدارة وإلى آخره، وفي تطنيش لدرجة أن خليت إدارة أعمالي تتواصل معهم، وبرضه جالسين يطنشون كل شوي، يقولون بنكلم إدارة وسحبة، اسمي موجود عندهم أوكي. العقد مو من حقهم يحكروني بالعقد ويخلوني فترة طويلة أوكي. يعني المفروض أني أنا بأي وقت أبغى أنهي عقدي معهم ينهونه بدون أي نقاش. فكنت ماخذ الموضوع ودي، ما دخلت فيه أي محامي، أي المحامي خاص فيني ما خليته يتواصل معهم، كنت ماخذ الموضوع ودي أوكي. وكنت أشوف فيه سحبة، يعني كنا زي كلامك مع نفسك، عرفتوا أوكي؟ ما اختلفنا. قبل شوية يوم تكلمت إن قلت إن أنا ما أبغى فلوس حرام، أنتوا عارفين إيش الحكي اللي طالع عنهم. فإذا أثبت هذا الحكي إن هذا الحكي صحيح، أنا أخلي مسؤوليتي عنهم. اللي مسوين يحبوني يقولون لو سمحتي لا تقولين عنهم فلوس حرام، أنا ما أدري الكلام هذا، أنا مو من عندي الكلام هذا، واصل من جهات مختصة يقولون هذا الحكي صح. وإذا أثبت أن الحكي هذا مو صح، أنا مو مسؤولة، أنا جالسة أقول أن أنا ما بأخذ فلوس حرام، أنا حرة أوكي، أنا إنسان عندي ضمير. أنا مستغربة من شغلة واحدة، أن باقي بعض المشاهير جالسين ما زالوا بعد الكلام والأشياء اللي تصير ما زالوا يسوقون لهم. هل أنتوا عادي ما عندكم ضمير؟ إذا أنتوا أوكي نقول إشاعات، لو أثبت 1% الحكي هذا صحيح، هل أنتم ما عندكم ضمير لدرجة أنكم تستقبلون فلوس هذه الفلوس مشتبه فيها وغير قانونية؟ هذا شيء جد أنا مستغربة منه. فأنا طلعت وتكلمت لأن الموضوع خطير، يعني أنتم مو مستوعبين قديش الموضوع كبير. إذا هذا الحكي أثبت صح بيضيع مستقبل كثير ناس. فالله يستر علي، الحمد لله يا رب أني ما عمري تدينت من أحد، أو ما عمري أخذت ريال. حتى بعز حاجتي يوم كنت بعز حاجتي ما فكرت أخذ فلوس أو دين من أحد، لأن أنا عارفة إن أنا ماني ممكن أكون مو قد الدين هذا. فأنتوا كيف تبوني أسكت على شيء زي كذا؟ لا ما راح أسكت. وإذا هم ما اقتنعوا بكلامي، هم تواصلوا معي ترى يقولون لي إنه زي اللي شيل الكلام وإلى آخره، ما راح أشيل الكلام. عندكم شيء معي روحوا تفاهموا معي قانونيا، أنا إنسانة بتكلم بالحق، وتساكت على الحق شيطان أخرس. فأنا ماني خايفة من شيء، تبون تواجهوني واجهوني بالمحاكم. وإذا أثبت الحكي إن هذا الصح الكلام اللي قاعد ينقال عنهم، وقت أنا اللي بشتكيكم، لأن أنتوا دخلتوا اسمي لكم دخلتوا اسمي يعني بشيء أنا مستحيل أقبل فيه. ولو كنت أدري عن الأشياء اللي قاعد تصير مستحيل أقبل فيها. وأتمنى إن هذا الحكي يطلع كله إشاعات، مع إني أنا ما ظنيت يعني، لأن لو ما طلع إشاعات وقتها الله يستر عليهم زي ما قلت.